عاد الله يذكره بالخير جاي بعامل جديد حق العزبه. يا هلا تيك تاك تم كيف كرتا هي فاري تم كوتش ني كرتا هي نعم زين. انا طبعا بعطي تريننج, خليكم وياي وشوفوا التريننج اللي بعطيه اياه عشان العزبه اذا تاهل ونجح في التدريب هذا فهو عامل رقم واحد. الريال هذا اول درس له عشان نعرف اذا هو راعي بوش ولا لا. يا بايك يا امرا كبره بارت كان ساري اها كبره بارت كان شاد اها عليك يا رجال كبره بارت كان شاد شو مشكل يا كبره بارت كان ساري شو مشكل باب كبره بارت كان ارباب ارباب شاد كبره بارت كان ارباب لا 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 شاد كبره بارت شو بلاك يا ابوي شو لا هاي ما ينفع حق العزبه هذا تعال يا ابوي بابا قال شاد كبره بارت كان ساري وين العيال اللي بيشتغل بالعزبه بيسوي حاي لا اله الا الله شاد كبره بارت كان تعال 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 ها ها كبره بارت كان ساري بڑا شو يقول هو كبره كبره شو كبره شاد جو شو بلاك تعال ها ها لا والله حال الحشم 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 والله الحشم الحشم يا رجال الحشم شاد يا رجيب يا رجيك يا مشكل باي وركم انت ما اشوفك اذا راعي بوش ولا لا يا رجال شوف هناك شاده هذا